علي عفيفي في التنفيذ، عمل الكره العرضيه خطر للمقاولين وخطر وجول، جول المقاولين، الهدف الاول للمقاولين محمود عزت. فوزي حارس مرمى داخليه دي مره ثانيه واتلعبت، وعلى طول بيحولها محمود عزت، حلو اتلعبت بشماله لفه خطر، كانت الكره ما بينه وما بين محمد عادل، ادي علي فتحي عمل العرضيه، وعلى طول محمود عزت بيحولها في الشباك، الهدف الاول سمارة للمقاولين، وخطر يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام يا محمود يا عزت، ما بنكدبش الصورة بتتكلم اهي، ضربة رأس رائعة من محمود عزت، انما ايد صبحي معاها في المعاد وبالمرصاد، ضربة ركنية للمقاولين العرب ولسه الخطورة قائمة. مقاولون تقدم محمود عزت، محمد رزق يلعب كرة على القائم الاول، وضربة راسية ملعوبة من محمود عزت، اللاعب المدافع صاحب القميص رقم 33 فراء هذا الدوري وفي هذا الموسم، وعنده هدف وحيد مع فريق المقاولون العرب كان في مرمى فريق الدوري النهارده. الدوري على كمال يحطها مع كريم فتح الله، لو عدى هتبقى مشكله، لو عدى هتبقى مشكله، كريم فتح الله عايز يعدي انما من قدامه كده يعني طاقه الولد ده بسم الله ما شاء الله، محمد شريف يوصل لخط المرمى، لكن هنا عمل التاكلينج محمود عزت، خد منها ضربه ركنيه، يبقى اذا محمد شريف مجهود يوصل مره ثانيه، ماشي محمد عبد الله الحموده، حموده مضغوط عليه على طول من محمود عزت، المفروض اللي يبقى فيه اعتماد عليهم كل الانديه طبعا، ما بنتكلمش على المقاولين هنا. محسن يسند على طول بالراس لوائل الفراج، والله بيجري عليها بس موسى امام احمد عيد في رقابه لصيقه مفروض على هذا اللاعب، لكن على طول انطلاق محمد عبد الشافي من الجانب الايسر بتروح له تاني، وطريقه حلوه هوب لعبها ما يلحقهاش ما يلحقهاش، وضربه ركنيه عزت عدى بيها عدل بيها لبره اهو، وداخل معاه عزت وتطلع كره بره، وتروح الكره على طول تاني سيد حمدي ويلعب كره بره خطره، لكن تترد الكره زي ما بنقول لعبها له سيد معوض وبتحرك لقدام سيد حمدي وبلم الكره وفاول، زق الكره وطلعها بره عزت بيلعب معاه محمد سماره، اتحطت في الناحيه العكسيه لما تفرق هنا الاستلام بقى موقف 2-2 يا راجل، اتاخر خالص الراجل سعد ماندو شمال طالع لقدام اهو بيلعبها احمد شديد، انه اتلعبت الكره بيطلعها على طول 16 مركز يبقى فيه 11 لاعب طول المباراه، طلع الكره عزت وتبقى رامي التماس ثاني امير وحسام عاشور ومصعد عوض في حراسه المرمى واحمد رؤوف، لعبت الكره على طول تترد، المدربين بيقفلوا نص الملعب، خلي بالك من التمريرات والمهاره العاليه، تمرينات بتاع الزمان، غير وطلع لقدام اهو بيلعب في نص الملعب، كره طويله سيد حمدي وعزت، سيد حمدي وعزت، لكن عزت بيحضن على الكوره بيحضن على الكوره وسيبها تطلع بره وتبقى ضربه عين مصاب، وكره عاليه طويله عند عزت بيلعب الكوره باليد على طول، لكن في زقه من النادي الاهلي رزق، تترد الكوره على طول تاني عند عمر جمال وترجع كوره باسل لقناه النيل للرياضه وايضا للقناه الثانيه والقناه الفضائيه كابتن مدحت وكابتن طارق رضوان والنجوم، ويلعب كوره عاليه طويله عمر جمال، شوف مقاوح ازاي في كل كوره بيخش شايب العائد الى فريقي مره ثانيه، يلعب الكوره تتهادى معاها محمود عزه طويل رشيق محمود عزه، يلعب عاملين ضغط على المقاولين العرب، واضح ان دي يمكن الفلسفة اللي بيفكر بيها المدير الفني بشكل كويس جدا لنفسه، وعدى انما برافو عماد عثمان حاطط رجل امامية بين جده وعماد عثمان جدا، لعبوا مع بعض في ال 15 سنة اللي فاتت 24 مباراة منهم 12 مباراة، تمركز رائع يا سلام يا حسن المصطفى، تلعبت مرة تاني لكن ضغط خطيرة جدا، وين ناصر فاروق، ناصر فاروق احمد فيليكس قطع الكرة على طول ومعاه احمد عبد القادر زقها منه محمود عزت اللي باسم معاه يخسر نادي المقاولين، مش عاوز يخسر، عاوز بيأمن ان هو ما يخسرش، واللي يلعب على الدرو ممكن يخسر، مضغوط على فاروق وبيقطع سامسون على طول وبيلعب لسعيد مراد، انما يا ولد يا محمود يا عزت بيتدخل في الوقت المناسب، شايفين كده هو كلها حاجات هات وخد زي ما انتم شايفين، تدينا تجيلك لصالح فريق بتروجيت لاحمد شعبان يلعبها على حدود منطقه الجزاء حلوه، ولكن بيردها على طول